افتتحت وزارة الأوقاف 27 مسجدا في 5 محافظات ليبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 535 مسجدا. وفي هذا الإطار شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح مسجد الأمير سنان بديروت الشريف بمحافظة أسيوط، وذلك بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية. بتكلفة تجاوزت 15 مليون جنيه، وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروت الشريف بعد إحلاله وتجديده. افتتاح يأتي ضمن عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة ليبلغ أكثر من 60 مسجدا افتتحتهم الأوقاف خلال الشهرين الماضيين في أسيوط. هذا هو النموذج اللي يليق بالحضارة المصرية، ده اللي يليق بتاريخنا، ده اللي يليق بدور العبادة. ولذلك بنأكد ان دور العبادة يجب انها كلها بقى على هذا النموذج الراقي اللي يليق بحضارتنا. اليوم بيتم افتتاح 29 مسجد، وفي محافظة أسيوط تحديدا خلال المئة يوم اللي حدثنا عنها تم افتتاح نحو 60 مسجد. انجازات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد من قبل. من ضمن الانجازات اللي بتتم هي تعمير المساجد، بناء مساجد جديدة اخرى حقيقي اللي بيتم على ارض محافظة أسيوط في مجال بناء المساجد واعادة التجديد والصيانة ورفع الكفاءة. يمكن العمل اللي موجود حاليا يشهد على هذا الكلام. مسجد الأمير سنان أنشئ منذ أكثر من 300 عام على مساحة صغيرة، واليوم يتزين من أجل استقبال المصلين بعد توسعته على مساحة 1200 متر تقريبا. يمتاز بقبته المعمارية التي بالنظر إليها تكون كفيلة أن تخبرك أنك في حضرة ديروت القديمة. تشهد محافظة أسيوط طفرة غير عادية في افتتاح المساجد، وأيضا يعني ضمن اهتمام وزارة الأوقاف البالغ بعمارة المساجد مبنى ومعنى. افتتاحات للمساجد تتوالى خلال الفترة الماضية والحالية في عهد الرئيس السيسي، إنجاز للدولة المصرية لا ينكره إلا حاقد أو جاحد أو مأجور، فضوء الشمس لا ينكر. ضمن 27 مسجدا جديدا افتتحتهم وزارة الأوقاف في 5 محافظات، أسيوط تحظى بافتتاح 7 مساجد جديدة، ضمنها مسجد الأمير سنان التاريخي بديروت الشريف بعد إحلاله وتجديده تحت إشراف الأوقاف، دلالة على اهتمام الدولة المصرية بالمساجد التاريخية بالتوازي مع تشييد وبناء المساجد الحديثة. من أسيوط، وليد هيكل، التلفزيون المصري.